السلام عليكم. تنهي وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر شوال بعد مغرب اليوم، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا، وعليه فإن فاتح شهر شوال الذي هو يوم عيد الفطر هو يوم غد الأربعاء. ألا الله هذا الشهر المبارك وعيد الفطر السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء، إنه سميع مجيب. عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.